لمحطتنا الطبية لليوم رح نسلط فيها الضوء على موضوع العقم ونعرف شو أسبابه وطرق العلاج سواء كانت دوائية أو جراحية، وأكيد حنحكي أكثر عن موضوع العقم مع الدكتور أكرم الأحمر اختصاص بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا ميت صباح النور. أهلا وسهلا. يا هلا. يسعد صباحك دكتور، يعني انت ضيفنا الدائم ودائما نحن مواضيعنا بنركز فيها على شغلات بتهم ايضا كل حدا عم يحضرنا، ان شاء الله يا رب هيك الكل يوصل للي بباله وما يصيب حدا اي مرض. دكتور خلينا نعرف العقم قبل ما نبدا بالتفاصيل. يا صباح الفل اولا. ثانيا تعريف العقم هو اي زوجين مضى عليهم سنه في علاقة بيناتهم وفي رغبة والزوجين متوفرين، يعني مو حدا مسافر أو حدا مريض أو شيء وما صار عندهم حمل منقول دخلنا. هلأ خلينا شوي نلطف الكلمة، ما نقول إنه هو دخلوا بتصنيف العقم، نقول دخلوا بتصنيف غالبا وإن شاء الله يا رب بتأخر الحمل. هلأ سنة، هلأ بنقول هي النسبة تتحقق بمعنى أنه أغلب الأزواج 85% منهم تقريبا خلال سنة رح يكونوا صاروا في حال تحققت الشروط اللي حكيناها رح يكونوا صاروا حوامل يا رب. طيب خلينا نقول بقى هلأ تعريف تاني أنه نطور القصة شوي أكثر، أنه هي أنه بعد سنتين حوالي 90-92% رح يكونوا صاروا حوامل. إذا هذا بالتعريف. هلأ العقم بيجي عنا نوعين، عقم بدئي. كلمة بدئي يعني أنه تحققت الشروط ولم يحصل حمل على الإطلاق. تمام. هلأ في عنا شيء اسمه عقم ثانوي، بمعنى صار في عندهم حمل بعد سنة بعد سنتين بعد شهرين، اللي هو مو شرط ترتبط بولادة حية، ولكن بعدين ما عاد صار حمل، صار اسمه عقم ثانوي. هلأ كل واحد منهم له مدلول مختلف تماما وبالتالي طريقة مقاربة مختلفة، هلا بتبين معنا. أكيد دكتور خلينا نحكي عن أسباب العقم عند النساء وعند الرجال برأيك كمان. هلا أسباب العقم مختلفة تماما طبعا الرجال عند النساء. خلينا نقول نحن النسب تبعيتهم مشان نعرف نقارب الموضوع. خلينا نقول عنا هلا يفترض 100 زوج وزوجة صاير عندهم دخلوا بتصنيف العقم، برجع للتعريف اللي حكيناه، دخلوا بتصنيف العقم رح نلاقي حوالي 40 منهم السبب هو من الزوجة، ورح نلاقي 40 تانيين السبب هو من الزوج، في 10 منهم من أصل هالمية الزوج والزوجة عندهم مشكلة، وفي 10 منهم لا الزوج عنده مشكلة ولا الزوجة عندها مشكلة وبيكون في عندهم تأخر حمل نسميه أو تأخر حمل أو عقم غير مفسر مجهول السبب. هلأ إذا بدي أرجع للأسباب، الأسباب عند الأنثى أكثر شيء. وبالمناسبة نحن أهم إجراء نطلبه لأي زوجين عم يراجعوا العيادة مشان تأخر الحمل عندهم هو طلب تحليل سائل منوي للزوج. يعني ما نبدأ بأي شيء على الإطلاق قبل هذا التحليل لأنه هو مسؤول عن 40% من الحالات. فلذلك وإذا بدي أرجع بقى للعقم الأنثوي يعني المسؤولة عنه الزوجة، كمان بنرجع أنا وياكم للغة الأرقام، أنه 40 منه 35-40 بيكون السبب هو عامل مبيضي، بمعنى ضعف بالإباضة أو شيء عندها، وهذا من حسن الحظ من أسهل الأسهل الأسباب تدبيرا ومعالجة. منلاقي كمان أدهى النسبة 35-40 غالبا بيكون السبب بوقي أو الأنابيب، يعني صحيح. بوقي بيريتواني. هلأ شو يعني نقول كلمة بيريتواني؟ ومنلاقي بعدين بقية الأسباب المختلفة يلي تعلق تشوهات تشريحية، أسباب غدية، بعض الهرمونات الموجودة عندها هي ممكن تشكل غالب الأسباب. العقم الأنثوي، العقم الذكري ذاك بده موضوع عامل لحاله، هذاك بيختلف بمعنى بكريتيريا معينة، كل ما بنشوف تحليل سائل منوي بنعرف شو بدنا نتصرف تجاهه. تمام. دكتور يعني خلينا هيك نحكي بالعموميات اللي بيحكوها الناس بين بعضهم دون اللجوء الى الطبيب، بيجي بيقول له تزوج، اذا بدك تجيب اولاد تزوج وحده صغيره بالعمر بتكون عندها الخصوبه عاليه. بعد عمر معين ما عاد بتجيب اولاد، عمرها هو بيكون عمره 60 سنه يعني. يعني دكتور قديش له هل العمر له علاقه بالخصوبه؟
نحن بنعرف انه الانثى دائما لها فتره معينه هي فتره الذروه، يا ريت انت تحكي لنا عنها وتوضح للمشاهدين انه مو كل بنت قطعت العشرين سنه فهي قلت خصوبتها. ابدا تماما. هلا لا شك انه في عنا علاقه حميميه بين العمر والخصوبه. صحيح. تمام. هلا منلاقي قمه الخصوبه موجوده بعمر حوالي عند الانثى عم بحكي بحوالي عمر ال 25. هلا من بعد ال 35 لانه عم نقول في قمه بال 25 منلاقي بقى بعمر ال 35 بلشت تقل الخصوبه، ولكن يعني ستيل انه لسه في خصوبه عندها. امتى منلاقي صار في عنا كسر حاد بالخصوبه عند الانثى؟ لما بنوصل من فوق 37 38 سنه. بعد الأربعين صار بقى كسر حاد أكثر، بمعنى المنحنى البياني صار عم ينزل. نعم. بشكل حاد كثير. إذا في علاقة موجودة بهذا بالعمر بهي الحالة. هلا كثير نحن عم نشوفها، أولا إنه خصوصا من بعد الحرب العالمية الثانية، ونحن اللي صار عنا بسوريا هي حرب عالمية ثالثة بالمناسبة بآخر 10 سنين يعني، فإنه عم يصير في تأخر بالزواج، وبالتالي حتى لما عم يكون في زواج عم يكون في رغبة بسبب بعض الظروف أو الخاصة أو العامة يعني الضاغطة الاقتصادية وهيك، إنه عم يحاولوا يأجلوا موضوع إنه يصير في حمل، فلذلك عم يصير تأخر، بمعنى دخلنا بالعلاقة بين الخصوبة والحمل وبالتالي العمر. أما نقول بس بعمر العشرين وهيك هذا كلام خاطئ تماماً، ورح أقول شغلة دليل على هذا الكلام، إنه بالدول الغربية حوالي ثلث الإناث يلي بيصير أول ولد عندهم يكون بعد ال 35 سنة. فحقيقة ببعض المقولات الشائعة تظلم يعني فيها ظلم للأنثى بشدة بهذا الموضوع. نعم. فالعلاقة كتير حميمية الحقيقة بين الاثنين. هلأ أكتر شيء ترتبط هون إنه لو لساتها عم تجي دورة وبشكل منتظم وهيك، منقول في عنا مشكلة لما بتتجاوز المرحلة 38-39 لما بتنكسر الخصوبة عندها. بدي أوضح كلمة معدها إنه تنكسر الخصوبة عندها إنه هو روح البويضة. منقول البويضة ببعض الدورات بتصير فيها عطب، فيها خلل ما، لو إنه عم نشوف على الإيكو دورة منتظمة القصة المرضية، منشوف بالمراقبة الإباضة في عنا جريب إباضي عم يتطور يلي ضمن المبيض، عم يوصل لوقت الإباضة قطره بين 18-22-23 يعني كرايتيريا ممتازة لنقول إنه في إباضة وتحدث إباضة، ولكن منلاقي إنه لما بيتأخر الحمل بهيك حالات. نعم. المشكلة بروح البويضة بشباب البويضة، هذا بنسميه هون بهالحالة نقص الخصوبة. أكيد دكتور، بس مثل ما حكيت أنت بسبب الظروف الحرب العالم عم تحاول تأجل الحمل. نعم. خلينا نحكي على هذا الموضوع من غير ما يلجأوا لطبيب، بصيروا ياخذوا أدوية مانع حمل، قديش ممكن يضر على قصة الحمل لبعدين برأيك أنت؟ وخلينا كمان نحكي عن أهمية نمط الحياة الصحي عند الزوجين لحدوث الحمل، وبالإضافة كمان لتأثير مثلا التدخين، تأثير الوزن الزائد كمان على الحمل. هون دخلنا بكتير عوامل. تمام. شي منسميها انه عوامل صحية، وفي شي منسميها ريسك فاكتورز، عوامل خطورة بهي الحالة. خليني أبدأ من آخر شغلة ذكرتيها حضرتك اللي هي مثلا تأثير الأوفر ويت، الوزن الزائد بهي الحالة. نعرف نحن الوزن الزائد تقريبا بأغلب الحالات له ارتباط بوظيفة المبيضين. إذا رجعنا هون بهالحالة لأول 35-40% يلي أسباب العقم الأنثوي يلي هو مشكلة بالإباضة. فإذا الوزن الزايد، لأنه هون الوزن الزايد بيكون عم ينتج خط إنتاج إضافي لهرمونات الأندروجين. الأندروجين هي هرمونات مذكرة يلي المبيض ليقوم بعمله، ويلي أهم جزء من عمله إنتاج بويضة منتصف الدورة الشهرية، ليقوم بهالعمل هذا هو يحتاج لبيئة هرمونية جدا جدا دقيقة. طبعا أساسها بيئة هرمونية مؤنثة، فالوزن الزايد بيدخل بهي الحالة. دكتور بس آسفة، في عندي هذا السؤال، عم بياخدوا دواء أنه هو تفجير إباضة بفترة الدورة، خلينا نحكي عن هذا، أو الإباضة، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، حتى شو ممكن يعمل؟ هل ممكن كمان يحدث حمل عند السيدات اللي عم بياخذوا هالأدوية ولا لا؟ هون دخلنا بشيء اسمه تمام. تدبير العامل الإباضي يلي قلنا هو أسهل تدبير وبشكل نسبة حوالي 40% من أسباب العقم الأنثوي. هلأ هون ليس فقط إبر التفجير، هلأ بدي أرجع المقولات الشائعة على ذكر التفجير، يعني منيح اللي فطنتين عليها الحكاية، انه هي بتدخل من ضمن انه شيء اسمه تحريض اباضه
نحن بنبدا بتحريض اباضه بايام الدوره الشهريه، وفي بروتوكولات تختلف حسب شده الحاله. بنوصل وقتها مع المراقبه بالايكو للجريب الاباضي وقد صار حجمه ناضج ام غير ناضج، ان شاء الله يوصل لمرحله النضوج، وقتها بنلجا لشيء اسمه تفجير الاباضه. اذا في عندنا شيء تحريض وعندنا تفجير الاباضه، لناخذ افضل فرصه ممكنه انه هالجريب يطق ويطلع البويضه من جواته. طيب هلا هون الناس عم تاخذها هي القصه انه مشان تحديد جنس المولود بهالاحرى او الجنين بهالاحرى، انه اذا باخذ ابرتين تفجير بيجيني صبي اكثر، واذا باخذ ابره ولا ابره ونص، ولا ما باخذ بيجيني بنت او بيجيني توم. طبعا لا، هو العلاقه التفجير ما له علاقه بالتوم الحقيقه، التفجير التوام هو له علاقه اذا كانوا جريبين ولا بويضه انقسمت بويضتين صار توام حقيقي او شيء، هذا موضوع مختلف تماما. طبعا امتى بيصير عندنا حمل متعدد اكثر؟ لما نلجا للحمل المساعد يلي هو عبر طفل الانبوب، على حسب البويضات المرجعه للرحم بويضتين او ثلاثه، وقتها ممكن عندنا يصير حمل متعدد. اما تفجير الاباضه انه له علاقه بالتوائم، لا هي ما لها علاقه. تمام. دكتور، ايضا ذكرت ببدايه تعريفك العقم انه احيانا ما بيكون في مشاكل بين الزوجين، يعني هي ما فيها شيء مثل ما بيقولوا، هو ما فيه شيء، ولكن نعم. تماما. يعني ممكن يمكن تكون موضوع كيميائي نفسي، بنرجحه للحاله النفسيه بين الاثنين، لانه كثير شفنا حالات، يمكن اكيد حضرتك مر عليك، انه اذا هو تزوج غيره او هي تزوجت غيره بصير في حمل وانجاب. اذا قرروا يضلوا مع بعض هدول الاثنين، هل انه بالممكن يصير حمل؟ طبعا ممكن يصير حمل إذا قرروا يبقوا مع بعض. وببعض الحالات يعني إذا بنفترض زوجين صار لهم 7 سنين وأحيانا 13 أكثر من هيك ممكن يكون، وكل واحد منهم ممكن يتزوج، وكل واحد يصير منجب يتزوج طرف آخر. طيب تماما. أوكي، هلا نحن بنقدر نقول إنه لو بقيوا سنة تانية ما رح يصير حمل، ما حدا بيقدر يعرفها. هلا بقول نحن إنه عامل نفسي أو شيء، أي موضوع أو أي عامل بيخطر ببالنا قد يكون هو الصح، بمعنى لأنه نحن ما لقينا سبب، يعني عملنا كل الاستقصاءات يلي نحن لهلأ لغاية اللحظة بالطب بنعرفها وما قدرنا نلاقي سبب. نعم. فلذلك لما كل واحد منهم بيروح بياخد طرف تاني وبيصير حمل، نقول كمان ما بنعرف، وإذا ضلوا ممكن يصير حمل، احتمال وارد. فلذلك العقم الغير مفسر المجهول السبب الحقيقة كتير حالة غليظة، والقرار بالنسبة لكل الزوجين صعب. قرار صعب جدا جدا، حتى للطبيب لما بيسألوه هذا السؤال الطبيب بعيادته، انه دكتور يعني هلأ نحن منحب بعض وحابين بعض، بس اذا انفصلنا وكل واحدنا راح يتزوج حدا تاني راح يصير حمل؟ ما بيتهيألي انه حدا بيحسده للطبيب، يحسده على هالموقف اللي بيوقع فيه. نعم. اكيد دكتور، خلينا نحكي بالختام عن العلاج، امتى بيكون علاج دوائي، امتى بيكون علاج جراحي برايك؟ تمام. هلا خلينا نحكي بعجاله باعتبار موضوع العلاج هو موضوع طويل. خلينا نقول اول شيء نعمل ابروشمنت، نعمل مقاربه صحيحه للقصه المرضيه هي، نحط السبب وبعدين بنروح للعلاج. هلا اذا لقينا السبب اباضي مثل ما قلنا هو اسهل سبب، غالب الاحيان هو بيكون العلاج دوائي، مثل ما حكينا محرضات اباضه وشوي ادويه بتنزل وزن، شوي ادويه ممكن يكون لها علاقه بهرمون جدا جدا هام اللي هو هرمون البرولاكتين، هرمون الحليب، كثير ملعون هذا الهرمون. فهون بهالحاله انه فورا باذن الله بناخذ نتيجه يعني سريعه. هلا اذا قلنا العامل الثاني 35-40% يلي هو عامل البوقي البريتواني يلي غالبا يرتبط بالتصاقات قد تكون او انسداد ضمن البوق او شيء بريتواني خارج البوق. نعم. عم يعمل انسداد عليه. هذا هون في عنا بعض المعالجات اللي قد تكون دوائيه، وخاصه اذا كان السبب اسمه داء حوضي التهابي، يعني افه التهابيه شديده، او اذا كان السبب التصاقات، وقتها ممكن نلجا للجراحات وخاصه تنظيريه منها لنفك الالتصاقات. وبالمناسبه العامل البوقي او الشك بوجود العامل البوقي، اهم اجراء له هو صوره الرحم الظليله يلي كثير ناس بخافوا منها، وهي بجد اجراء جدا هام للتشخيص، وقد يكون بحسب الماده الظليله عم تعطى ويلي طريقه اجراء الصوره الظليله هي مفتاح لحدوث الحمل بعدين من دون اي علاج. وخاصه برجع بقول
إذا كان السبب شيء اسمه داء حوضي التهابي، بمعنى عملية زايدة عملت التصاقات من برا، أو عملية زايدة كانت منفجرة بالبطن عملت داء حوضي التهابي، أو ببعض الالتهابات النسائية النوعية يلي خطرة جدا من هاي الناحية. وهذا موضوع التهابات نسائية بده موضوع لحاله نوضحه كرمال هاي القصة، إنه بعض الالتهابات بيتم إهمالها، أو الوحدة بتاخد دواء لحالها من رفيقتها أو هيك، وهي بيكون عم يتطور عندها داء حوضي التهابي قد يودي بها إلى عقم أنبوبي، يعني سكر الأنابيب. دكتور يعني للأسف وقتنا خلص معك، ولكن مواضيعنا ما خلصت، أكيد حنتابعها بحلقات تانية. شكرا لوجودك معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك عن جديد دكتور، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك القيمة. شكرا لك.